السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. كيف العادة اليوم كيف كتشوفوا درت بانيني بالنوغات والفرماج ديال الكامون، كيجي زوين ولذيذ واقتصادي. واهم حاجة انني ما خدمتوش في البانيني، درته في المقلاة وجدية، باش اللي ما عندوش بانيني ماشي ضروري انه يحرم راسه من البانيني، يقدر يديرو غير في مقلاة وجدية زوين واقتصادي. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا الطريقة، ولما لا تجربوه. ولي يلا يشوف القناة ديالي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. خليكم معايا في الفيديو. بالنسبة للمقادير عندي الفريت كيف العادة، عندي هنايا لي نوغات، الخبز ديال العيش، عندي الفرماج حمر بالكامون راه كيتباع في الاسواق الكبرى، زوين هذا بزاف. مطيشة درت ليها شوية ديال الملح والبزار، عندي لافان فيلي، فرماج حمر كاري، شوية ديال الخس كذلك فيه شوية ديال الملح والبزار، عندي مايونيز، كيتشوب وصوص بيكي. خليكم معايا تشوفوا الطريقة. أول حاجة غادي ندير هي خديت الزيت درتو في المقلة تيسخن باش غادي نقلي النوغات. هنايا درت مقلة فيها الزيت باش نقلي الفريت. غندير فيني، غنزيد معاه الفرماج والكامون، غنزيد شويه ديال المطيشه، شويه ديال الخس، غندير لين ولدات ثلاثة، غادي نزيد لي صوص، صوص بيكي، الكيتشوب، وغادي نزيد فرماج كاري. هو الأخير صافي، وغادي نجمع بنفس الطريقه اللي كنت جمعت بها هذاك الطاكوس اللي حطيت في الفيديو اللي قبل. صافي وكنحط يتبريص، غادي نخدمهم كاملين ونرجع لكم.
كنقلبو شويه كنقلبهم كيف كتشوفوا كيجيو زوينين بحال دايرينهم في الطريس. هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما طابوا ليا من الفوق ومن التحت كنقلبهم حتى على الجوانب باش كيطيبوا شويه وعاد كنحيدهم. كيف كتشوفوا من بعد ما طابوا ليا من الجوانب بجوج صافي كنحطهم في طبق التقديم وكنبدا نزين. الاشتراك والضغط على تفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي وبالصحة والراحة.